نذكر بسؤال الحلقة القادمة. احنا نعرف انه السيد مصطفى الكاظمي عندما تسلم منصب رئاسة الوزراء كان عنده مجموعة تعهدات، منها القضاء على الفساد، منها تحسين سلم الرواتب، منها أمور كثيرة، طبعا محاسبة قتلة المتظاهرين، هاي من جملة الأمور ونذكرها يوم ما تسلم هذا المنصب. هل السيد الكاظمي راح يستطيع الالتزام بتعهداته؟ هل سيستطيع السيد الكاظمي الالتزام بتعهداته اللي ذكرها سابقا، أم أنها تعهدات إعلامية فقط لكسب الدعم الجماهيري؟ موضوع حلقتنا هذا راح يكون بالأسبوع القادم مع ضيوف مهمين، وأكيد إحنا نحب أن تشاركونا بهذا الموضوع ونستمع لآرائكم ومقترحاتكم، أكيد اللي إذا تحبوا مثلا تبعثوها على موقع قناة سامراء الفضائية، كل مقترحاتكم وكل آرائكم، أيضا مشاكلكم ومعاناتكم اللي حابين توصلوها أكيد نستقبلها ونطرحها بحلقات قادمة ونسلط الضوء عليها مع ضيوف مختصين.